أن يترقى بمستوى الجهة وأن يكون ضامنا للاستقرار وضامنا للسلم الاجتماعي للمنطقة. إلا أنه مع الأسف ومنذ حتى قبل توليه منصب هذا المنصب، فالكل يعرف ايديولوجيته ويعرف ماذا يكتب وماذا يصرح به. نعم، احنا قبلنا اللعبة السياسية وقلنا في حملاتنا الانتخابية من وصل إلى المقعد سنشتغل معه، ولكن على أن يصل بصوت الساكنة وأغلبية النخب أو الهيئة الناخبة. مع الأسف رئيس الجهة ما جاش، أو الحزب الذي يمثله ما جاش هو الأول في الجهة، ولكن قبلنا بالديمقراطية كيفما كانت أساليبها والتي طعنا فيها وقالت العدالة كلمتها ولم يصدر منا أي بيان، والتزمنا بكلمة العدل الفاصلة. إلا أنه مع كامل الأسف إلا رجعنا للتاريخ ديال التكوين ديال هذه الجهة من 2015 بغى البعض يشتغل الشارع ويستعرض العضلات ديالو ويفرض القوة ديالو من خلال المس بأمن العام. مع كامل الأسف الدولة لم تتحمل مسؤوليتها، بل أكثر من ذلك طلبات منا حنا اللي ضبطوا النفس وقلنا ما كاين مشكل، حنا صبروا بحكم تجربتنا بحكم معرفتنا المؤسسات بحكم مسؤوليتنا اللي تحملناها في سنوات. صبرنا وكلكم عرفتوا الناس اللي كانوا في الشارع واش مخلصين بالفلوس، مخلصين كيتخلصوا نهارات وجالسين. مع كامل الأسف كانت مترشحة عضوة في الحكومة وكانت كتضرب في مؤسسات الدولة، الدولة ما تحملاتش المسؤولية ديالها، وهذا خطير وخطير جدا. وكتضغط على واحد القوة السياسية اللي عطاها الشارع المرتبة الأولى. دازو الانتخابات ديال 2015، جات الانتخابات ديال 2016 البرلمانية، رغم أننا ماشي حنا اللي كنسيروا الجهة، إلا أن اللي كيسير الجهة فاز مقعد يتيم واحد في الجهة. وغادي تجي الوقت وغادي نفضح كيفاش تولى هذاك تشد هذاك المقعد. خليونا ساكتين، ما بغيناش نتكلموا بالدلائل، غادي نقول هذاك المقعد كيفاش تشد، كيفاش هذاك المقعد توصلوا ليه. ما بغيتوش تخليونا ساكتين، حنا راه غنتكلموا. بركه سكين وصل العظم. صبرنا 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 الى حد باش نشوفوا ممثل الدوله كيتضرب بالبيض ومطيشه وما يقدرش يصون الهيبة ديال الدولة. هذا خطر وخطر جدا. يا إما السيادة القانون، السيادة الأمن، هيبة الدولة، ماشي قانون الغضب. قانون الغضب لن نقبل به. نعتز بمؤسساتنا، كنعتز بالأمن ديالنا، كنعتز بالجميع الأجهزة ديالنا، كنعتز بالقضاء ديالنا، ولكن في نفس الوقت ندين أي تهاون من طرف أي كان، أي مسؤول كان، أي كانت رتبته، أن يتهاون في هبة الدولة. المسؤول راه الهبة ديالو هي اللي كتقاس، ملي كتقاس الهبة ديالو كتقاس الهبة ديال الدولة. حنا دخلنا المجلس وجينا ودينا يدينا، رغم ما نديناش المقعد، كلكم عرفتوا كيفاش مشى، بلا ما نشرحوه، كلكم عارفين كيفاش مشى هذاك المقعد ديال الجهة. وصبرنا ما نزلناش للشارع، لان احنا ماشي الكراسه اللي كيهمونا، كتهمنا مصالح الساكنه،
والساكنه جازاتنا في الانتخابات ديال 2016 وقالت الناس ردوا بالكم لهذوك اللي كيسيروا الجهاز، عطاتهم انذار ما فهموش هذاك الانذار، بغاو يستولوا على المؤسسات ديال الدوله بالطرق اللي كيبغيو، بالطرق اللي كتبان لهم هما، بغاو المشاريع الملكيه وبغاو المخطط ديال النموذج ديال الاقاليم الجنوبيه يديروه بطيه في تغيير المسار العام. مدينا يدينا شحال مره في الجهه ماشي خوف، قلنا الرئيس الجهه بسم الله نخدموا كل صوت طبلة امام الراي العام والتزم، ما كاين حتى حاجه، ما دار حتى حاجه في هادشي، كيخرج كيدير اللي بغى، كيتصرف كي بغى. هادي ماشي ضيعه ديالك استاذ، هادي مؤسسه ديال الدوله، هذا المال العام، ما عندكش الحق توزعوا انت بالولاءات. حنا كنا كنسيرو في الفتره السابقه ما تعاملناش بهادشي، كانوا الجماعات ما كانوش تابعين في الاحزاب اللي حنا كنمثلوها، المجموعه اللي كانت كتقود انذاك. جلسنا مع جميع الجماعات باتفاق مع جميع الجماعات جميع الالوان السياسيه، ونشرنا المبالغ الماليه اللي جات، وهما هذوك جميع المسؤولين ديال هذوك الجماعات والفرقاء السياسيين وبحضور كافه السلطات المعنيه بذلك في متابعه البرامج، وجلسنا ودرنا اتفاقيات. هاد الناس لا انت صاحبها 500 مليون، انت صاحبها مليار، اي السلام عليكم، هضره المال العام السي ماشي فلوس. الكل في المعارضه، هذيك الجماعه ما تبعاش ليك هي، ولكن ما عندكش الحق تقصيها. المعارضه مكون اساسي، كيفاش هاد السيد هذا كيسير الجهه بمنطق البلطجه؟ حتينا بعون قضائي وبلغت الوالي الجهه مع زميلاتي وزملائي في المعارضه، بلغناه رسميا وشفويا، قلنا له على انه هاد البلطجيه اللي كاينه هنا راه ماشي هي هذيك، وخبرناه في محضر الدوره وهاد الشيء موثوق في الدوره اللي وقعوا عبد الرحيم بالمعايده بيدو، كنقولوا راه كتجيب البلطجيه ضباط الامن تاين موقع عليه في المحضر، وما درش ضبط الامن في القاعات. بلغناه بعون قضائي وبلغنا السيد والي الجهه بعون قضائي يتضبط الامن في القاعات، جاو البلطجيه ديالو كيفاش؟ نعلم الوالي ب 24 ساعه او اقل تقريبا في 12 الليل اللي بغات تصبح الدوره، بلغت الوالي عن طريق رئيس الشؤون الداخليه ديالو يونس الخويلدي، قلت له بانه هاش غادي رئيس الجهه راه غايجيب البلطجيه وغينصف الدوره، خذوا الاحتياطات ديالكم، ما قاموش بالواجب ديالهم، وهذه مسؤوليه خطيره، مسؤوليه خطيره. وكان الامر كما كان كما شهده الجميع عن تهانة الدولة، ولم يتم أي تقديم أي شكاية في الموضوع، هذا خطير وخطير جدا، ولم تحرك أي مسطرة قضائية. الدورة كانت قانونية، كان يجب علينا نحن المعارضة أن نكمل الدورة، أن نفتتح الدورة ونكملها نزولا عند رغبة الدولة باش نحافظوا على الاستقرار. خرجنا باش نبينوا بان احنا ناس حضاريين، ناس ما كندعوش بالاغلبيه العدديه، بل بالعكس احنا بغينا الاطمئنان والاستقرار هي الاولى. ما يجيش شي واحد اليوم يلعب لي على يت الحسن ولا قبيله يت الحسن ولا يت بعمران، عبد الوهاب بن فقيه لا يمثل يت بعمران، يت بعمران قبيله مكون كلها براسها، يت الحسن ما كانت لهاش بعيده، هذيك قبيله محترمه وكتشرف بانها هي اخوان ولادي وانا منهم ونعطيهم كبير. وانا زوم الحبيب خوال ولاد وايت بعمران، بركه من هذا الانشقاق، بركه من هذه القبليه، شاد تخربيق هذا، شاد تخربيق غير اللي بغى يركب يركب على قبيله، الا سي ماشي هذا الشيء، اسمح لي ماشي بسميت القبيله، ما كاين لا بعمراني لا حسني لا يتوسي لا هذا لا هذا، اسمح لي احنا مغاربه، احنا سكان هذه المنطقه، احنا اولاد هذه المنطقه. ملكنا واحد، ملكنا واحد بطبيعه الحال محمد السادس نصره الله.
بشدة وبكل قوة من يستعمل القبلية، وأتحدى يوما واحدا أن يثبت أيا كان في جميع الخطابات منذ أن تولي أن دخلت السياسة أنني استعملت القبيلة. لا يملك أيا كان في أي قبيلة كانت أن يتكلم باسمها. بارك علينا من هذا الشيء، بارك علينا من هذا الشيء. راه ما يقدر حتى واحد على هذا على على باش يتحمل هذا الطغيان ديال هاد الناس. هاد الناس غير يكونوا هما ولا تموت تكون من وراهم. اسمحوا لي، اسمحوا لي، كاين اصوات الشعب، كاين اصوات اصوات المواطنين اللي احنا انتخبنا من طرفهم، نحن ومن نسير معاه. لا يقدر حتى واحد يقصي ايا كان كيف ما كان، كيف ما كان الساكنه ديال قليميم يكون اللي بغى يكون يكون، وما عمر قليميم عرفت هذا الشيء. شكون اللي جبد هذه القبليه؟ شكون اللي كتب المقال ديال 2011 الشهير؟ شكون اللي زرع الفتنه في 2014؟ كلشي معروف، كلشي معروف وكلشي كيعرف الحقيقه. اليوم انا بلغت والي الجهه وقلت له راه ما غاديش نقبلوا بهذا الشيء. فيما غادي يجي شي واحد وزاري يفرضوا في الشارع يقول لهم راه حنا هما القوه هنايا. صبرنا. لا سيد الوالي، لا مسؤولي الدوله، يجب حفظ الامن العام، القانون فوق الجميع. يجب ان ننضبط للقانون، يجب ان ننضبط للامن العام، يجب ان ننضبط لكل الانظمه التي تسير بلادنا. ماشي شي واحد غادي يجي يبدا يسير هو كيبغاها، واللي بغى يتكلم انا كنتحداه، انا مجرد متواجد هنا ايا كان في المباشر في جميع القنوات وامام الراي العام ونتكلم ونجبد الحقائق. بركه صافي، انتهينا من هذا المسلسل وما غاديش نسكتوا. اللي غيهبط للشارع، اللي غيهبط للشارع غادي نتصداو ليه وغادي نخرجوا ضده. ماشي مشاغبين، ماشي مشاغبين، ماشي من اجل اثبات قانون الغابة، لا، من اجل توازن والدفاع عن المؤسسات، الدفاع عن المؤسسات والمقدسات ديال البلاد. من صرح على إذاعة الانفصال معروف، من قال ان جبهة البوليزاريو هي المنتج الشرعي للصحراء معروف، تاريخ هذا، اقوالك هذا ماشي اقوال يا سيدي، تحمل مسؤوليتك في كلامك. ما عرفتش اش المخطط كدير ملي كتجيب لي البطاجيه باش يهين ممثل الدوله. الا ما قدرش ممثل الدوله يقول احنا راك هذاك ممثل الدوله ديالنا، هذيك المؤسسه ديالنا. اليوم احنا في نفس الطرق، يا اما ان تتحمل الدوله مسؤوليتها وان تفرض القانون على يركان، واما الكلمه للشارع. بركه انتهينا، ما بقيش غنصبروا. احنا ما يمكنناش نخرجوا للشارع الاولين، ما يمكنناش نسبقوا في اي مخالفه قانونيه وما غنرتكبوهاش، ولكن من بغى يخالف القانون وبغى يفرض الواقع سنتصدى له بقوه القواعد، بقوه الامن، بقوه القانون، بقوه الحفاظ على السلم الاجتماعي. وحنا ما يفرقنا حتى شي حد، كونوا على يقين انكم ما غتفرقوناش، لانه احنا دم واحد، وطن واحد، وشعب واحد. السلام عليكم ورحمه الله. نقول مرة أخرى نعقد عليه، هاد الناس راه إلا خرجوا حتى حنا غنخرجوا معاهم. الشارع غيبقى محداهم. الأمن لازم بالحفاظ على الشارع العام وعلى الانضباط، حنا داك الشيء اللي بغيناه، حنا وراء الأمن وراء المؤسسات وما بغينا غير هذاك الشيء. ولكن باش يتحدى شي واحد يخرج معاهم. السلام عليكم، شكرا لكم، شكرا، ما كانش تدخل.